بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة علم الاجتماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور شاكر سعيد، أستاذ النظريات الاجتماعية في قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا كلية الآداب بالجامعة المستنصرية. حاضرتنا لهذا اليوم عن ماكس فيبر، علم الاجتماع عند ماكس فيبر، وهو أحد الأضلاع الثلاثة في أحد الأضلاع الثلاثة المؤسسين لعلم الاجتماع، كارل ماركس ودوركايم وماكس فيبر. ماكس فيبر هو من مواليد 1864 وتوفي سنة 1920، يعني كان معاصر لإيميل دوركايم. التعريف الأساسي في علم الاجتماع عند ماكس فيبر بأنه علم لدراسة الفعل الاجتماعي، فينصب تركيزه النظري على المعنى الذاتي الذي يعزوه البشر لأفعالهم وتفاعلاتهم ضمن سياقات اجتماعية محددة. كلمة الفعل هي مستقات أو مستعارة من علم النفس، والفعل الاجتماعي هو عبارة عن سلوك ذو معنى. السلوك وحده هو ممكن أنه يدرس البيولوجيا وعلم النفس كفعل أو رد فعل، لكن الفعل الاجتماعي هنا السلوك داخل المجتمع الذي يولد المعنى الذاتي، وهذا المعنى الذاتي يجب أن يكون مفهوما من قبل الفاعل نفسه ومن قبل المجموعة أو الجماعة التي ينتمي إليها. فالمعنى الذاتي يجب أن يكون مفهوما من قبل الطرفين، الفاعل والجماعة التي ينتمي إليها. بدون هذا الفهم، ولذلك يطلق على علم الاجتماع الفيبري علم الاجتماع الفهمي، وهنا الفهم interpretation وليس understanding، الفهم التأويلي. فلذلك ينصب تركيز ماكس فيبر على المعنى الذاتي للفعل الاجتماعي، وعن طريق هذا المعنى الذاتي يقسم الفعل الاجتماعي إلى أربعة أقسام، هي الفعل العقلاني الغائي، والفعل العقلاني القيمي، والفعل التقليدي أو الفعل العاطفي، ثم الفعل التقليدي. الفعل العقلاني يعرف بأنه السلوك الذي يتم فيه اختيار وسائل تحقيق هدف معين بشكل عقلاني. يمكن ترجمته تقريبا على أنه التفكير التكنوقراطي، وهذا اللي ركز عليه ماكس فيبر وجعله أساسا لدراسة المجتمعات الغربية بالمقارنة مع الفعل التقليدي، وراح نشوف مع السلطة التقليدية أيضا، لأن مبنية تقسيم السلطة مبني على أنواع الفعل الاجتماعي عند ماكس فيبر. في الفعل العقلاني الغائي هو الذي له غايات محددة ووسائل واضحة، فالفاعل يضع في اعتباره الغاية والوسيلة التي يقوم بتقويمها تقويما عقليا، يعني مثل المهندس اللي يبني أو يصمم مشروع معماري، المضارب الذي يحسب ما يعود عليه بسبب مضارباته، القائد مثلا للعسكري الذي يختار أفضل الخطط التي تحقق له النصر، مثلا فعل مدير شركة، أي شركة كانت، فعل مدير شركة في تحقيق الربح. كل هذه أمثلة على الفعل العقلاني الغائي الذي يكون هناك فيه تخطيط ووسائل واضحة وأهداف واضحة، يحاول من خلالها الفرد التوصل إلى أهدافه من خلال هذه الوسائل. ولذلك هذا الفعل بالتحديد هو ما يسم الإنسان الغربي. طبعا هناك أفعال تقليدية وأفعال عاطفية، لكن بالعموم إنه هذا الفعل هو الذي يسمى الإنسان الغربي، وهذا اللي ركز عليه ماكس فيبر في كتابه الاقتصاد والمجتمع وأبحاثه الأخرى. طيب، أما الفعل العقلاني القيمي أو العقلانية الموجهة نحو القيمة بالسعي لتحقيق هدف، قد لا يكون عقلانيا بحد ذاته، ولكن يتم تحقيقه من خلال وسائل عقلانية.
تأتي القيم في سياق أخلاقي أو ديني أو فلسفي أو حتى كلي أو جمالي، ولم يتم اختيارها بشكل عقلاني، بمعنى أنه الفرد يعي القيم المطلقة التي تحكم هذا الفعل، وهي قيم قد تكون أخلاقية جمالية دينية، ويوصف الفعل بأنه موجه نحو قيمة مطلقة في الحالات اللي يكون بها مدفوع لتحقيق مطالب غير مشروطة. الوسائل قد تكون وسائل عقلانية، طيب، لكن الغايات مو مشروطة بالعقلانية. يعني أنا من أساعد إنسان حتى يعبر الطريق، أو أساعد إنسان حتى يحمل شيء ثقيل، غيرها من ألوان المساعدة وتقديم الخير للآخرين، هذه ما مشروطة بربح، ما مشروطة بأهداف عقلانية أحاول أن أتوصل، لا، أنا إنسانيتي أو إنسانيتك أنت من تقدم الخير للآخرين، ما مشروطة بفعل عقلاني، لا، وإنما مشروطة بقيم كلية تحكم البشر جميعا أو تحكم مجتمع معين، ضمن هذه الجماعة يعرف بأن هذه القيمة محترمة ضمن هذه الجماعة وغير مشروطة بأرباح معينة أو حتى أرباح رمزية، فيفعل الفعل هذا اللي يتحرك القيم الكلية أو الجمالية أو الدينية. طيب، والفعل العاطفي يعتمد على الحالة العاطفية للشخص وليس على الوزن العقلاني للوسائل والغايات. فالمشاعر هنا هي القوة القوية في تحفيز السلوك البشري، بعيدا عن مسألة العقلانية أو حتى بعيدا عن مسألة القيم، هناك مشاعر داخل الإنسان محبة للخير، محبة للمساعدة، محبة للتهادي، تقديم الهدايا مثلا، الحب بين الطرفين، الحب بين الأخوة، بين الأب والأم، وبين الأولاد، العلاقة بين الأقارب، كل هذه المشاعر. طبعا هناك مشاعر معاكسة، فمشاعر الحب، مشاعر الكراهية، مشاعر البغض تدخل في ضمن هذا السلوك العاطفي الانفعالي الذي يحكم البشر. النمط الأخير الذي يسميه الفعل التقليدي، وهو فعل يسترشد بالعرف والعادة، غالبا ما ينخرط فيه الأشخاص في هذا النمط من الأفعال دون تفكير، لأنه ببساطة ما يتم القيام به دائما. احنا متعودين على أنه نمارس أفعال سلوكيات وبها معنى، لكن هذه أيضا ما محكومة بالقيم والعقلانية، وإنما تحركها التقاليد والعادة. مثلا أنت تسلم على شخص مضطر هذا الشخص بحكم العادة والتقاليد اللي تحكم سلوكه على أنه يرد عليك السلام مثلا. فإذا العرف والعادة والتقاليد تدخل ضمن هذا الباب من السلوك الذي يسمى الفعل التقليدي. وكل هذه الأنماط من الفعل الاجتماعي تحمل معنى ذاتي داخل الفرد، وبنفس الوقت هذا المعنى مفهوم داخل الجماعة. بدون هذا الفهم المتبادل لا يكون فعل اجتماعي، لذلك سمى فعل اجتماعي لأنه يتم داخل الجماعة أو المجتمع. فلذلك يهدف تصنيف فيبر إلى أن يكون شامل لأنواع المعنى الذي يعطيه الرجال والنساء لسلوكهم عبر الأنظمة الاجتماعية والثقافية. فيريد يعمم هذا السلوك، هذا الفعل الاجتماعي أو أنماط الفعل الاجتماعي على جميع المجتمعات. ليش؟ لأنه هو عايش في مجتمع حديث، مقابل ذلك هو يتصور بأنه هناك أفعال تقليدية وعاطفية تقود أفراد المجتمعات الأخرى اللي درسها فيما بعد، مثلا درس الهند، درس الصين، ديانات الشرقية. فلذلك هو حاول أنه يعمم تصنيفه بشكل عالمي على جميع المجتمعات. وكمدافع عن الأسباب المتعددة للسلوك البشري، كان فيبر يدرك جيدا أن معظم السلوكيات ناتجة عن مزيج من هذه الدوافع. هنا
هناك استفزاز للنظرية الماركسية التي تقول بوجود دافع واحد للسلوك البشري اللي هو الدافع الاقتصادي. حاول ماكس فيبر أنه يرد أو ينتقد النظرية الماركسية بدون طبعا بدون أن يذكرها بهذا الصدد لما نقسم الفعل الاجتماعي، بأنه الفعل الاجتماعي ليس مدفوعا بغايات اقتصادية بحتة، لأنه النظرية الماركسية هي نظرية واحدية تحاول أن تفسر السلوك من خلال عامل واحد من خلال العامل الاقتصادي، بينما ماكس فيبر حاول أن يكون متنوعا أو تعدديا في مسألة دوافع السلوك الاجتماعي. وطور التصنيف لأنه كان مهتما في المقام الأول بالمجتمع الحديث وكيف يختلف عن مجتمعات الماضي طبعا ومجتمعات الحاضر التي تعيش الأفعال التقليدية، واقترح أن السمة المميزة الأساسية للمجتمع الحديث هي التحول المميز في دوافع السلوك الفردي، بمعنى أنه المجتمع الحديث، وراح نشوف هذا الكلام في محاضرات لاحقة عن البيروقراطية والعقلانية اللي تشوبها لا عقلانية، بأنه المجتمع الحديث على الرغم من العقلانية التي يتميز بها، لكن هناك أيضا أفعال لا عقلانية وأفعال تقليدية وأفعال عاطفية، لكن بالعموم اللي أدى إلى تقدم المجتمع الحديث بحداثته بالتكنولوجيا التي يتميز بها هو الفعل العقلاني، وطبعا من خلال أيضا تنظيم البيروقراطي اللي اهتم به ماكس فيبر. ولذلك هو اهتم كثيرا بالمجتمع الحديث ونوعنا بهذا التصنيف، لأنه لابد أن توجد الإنسان، لابد أن توجد عنده عواطف وأيضا تتحكم بالتقاليد، لكن عموما هو اهتم بالفعل العقلاني لأنه يسم أو يميز ماذا المجتمع الحديث. في المجتمع الحديث أصبح التطبيق الفعال للوسائل لتحقيق الغايات أي الفعل العقلاني يهيمن ويحل محل ينابيع السلوك الاجتماعية الأخرى، بمعنى أنه هناك أجزاء من الفعل الاجتماعي موجودة عند الإنسان الحديث، يعني الإنسان الغربي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الأمريكي الذي يتميز أيضا بصناعته والتكنولوجيا الباهرة اللي صدرها للعالم النامي. فمن خلال هذا الفعل العقلاني هو الذي يتسيد العالم أيضا ويتسيد المجتمع الحديث من خلال تسخير الوسائل لخدمة الأهداف الطموحة اللي تميز الإنسان الغرب الحديث. فيوفر تصنيفه لأنواع الفعل أساسا لبحثه في عملية التطور الاجتماعي التي أصبح فيها السلوك خاضعا بشكل متزايد للعقلانية الموجهة نحو الهدف بشكل أقل وأقل بالتقاليد والقيم والعواطف، وهذا اللي تكلمنا عليه قبل قليل بأنه الإنسان الغربي الحديث يتميز حتى داخل الأسرة، يتميز الإنسان الحديث بالعقلانية، شلون يخطط مثلا إذا كان هو، طبعا هم أغلبهم يعملون في قطاعات غير حكومية في الشركات في المنظمات وغيرها، على مستوى الأسرة المرتب الذي يستحصله الفرد رب الأسرة يخطط، لأن هم الدولة تعتمد على الضرائب، الماء والكهرباء وغيرها من الخدمات هي ليست مدعومة مثل ما موجودة عندنا، ولذلك هذه كلها فواتير لازم يدفعها من خلال المرتب مالته أو أي محصول مادي آخر، فهو يخطط لهذا المرتب كذا تروح فاتورة إلى الماء إلى الكهرباء إلى الخدمات الأخرى، ويخطط أيضا إلى مسألة الفسحة والتمتع بالعطلة، فكلها يخطط لها كنموذج حتى لا يحتاج إلى الآخر. هذه كلها تخطيط عقلاني، يعرف بأنه عنده هدف يريد يوصل له، عنده هدف يريد يوصل له، تسوق مثلا، الرفاهية، المتعة، السياحة، دفع الفواتير إلى آخره، كل هذه أهداف يريد يوصلها عن طريق الوسيلة اللي هي
المرتب مالته، فيخطط ليوم لغدا لأسبوع لسنة إلى آخره، الدخول إلى الجامعة مثلا، شراء سيارة إلى آخره من الأمور، كل هذه يخطط لها. ولذلك تشوف الإنسان الغربي عقله مزدحم بسبب مسألة التخطيط، هذه اللي تحتاج إلى زمن، يخطط ليومه لغدا، حتى إذا كان هناك عنده مستقبل بعيد هو يخطط لهذا المستقبل. فعقله مزدحم، ولذلك الإنسان الغربي راح نشوفه مع ماكس فيبر بسبب هذا الزحام العقلي أو العقلانية المفرطة عند الإنسان الغربي، صار عنده نوع من الغربة، صار عنده نوع من الاغتراب كما يسميه كارل ماركس، ونوع من حتى يصفها بعض النقاد بالعقلانية الوحشية أو ما يسميها مدرسة فرانكفورت بلا عقلانية العقلانية وغيرها من التسميات. بسبب هاي العقلانية المفرطة أو الحداثة المفرطة، كثير من التسميات التي أطلقت على طبعا العقلانية بها جوانب إيجابية كثيرة لكن أيضا بها سلبيات لاحظها ماكس فيبر، راح نأخذها في هذه المحاضرة أو غيرها من المحاضرات إن شاء الله. طيب، الفعل الاجتماعي، بينما ماكس فيبر يقترح أن السمة المميزة الأساسية للمجتمع الحديث يمكن النظر إليها بشكل أفضل من حيث هذا التحول المميز في الدوافع، فقد قام بتجدير هذا التحول في نمو البيروقراطية والصناعية. هنا راح ندخل مع ماكس فيبر في النمط المثالي اللي اتخذ من خلال نموذج البيروقراطية. راح نتحدث أولا على النمط المثالي. النمط المثالي يوفر الطريقة الأساسية للدراسة التاريخية المقارنة. طبعا النمط المثالي هو أداة بيد المراقب أو الباحث الاجتماعي، هو أداة خيالية وليست واقعية، يعني ابتكرها ماكس فيبر لغرض الوصول إلى ماذا؟ معرفة الواقع من خلال المثال أو النمط المثالي. فليس المقصود منها يعني من خلال من الإشارة إلى الأفضل من خلال النمط المثالي، ليس المقصود منها الإشارة إلى الأفضل أو بعض المثل الأخلاقية، بل إلى السمات النموذجية أو المتسقة منطقيا للمؤسسات أو السلوكيات الاجتماعية. نمط المثالي للسلوك أو المنظمة أو المؤسسة أيا كانت، هذه أسرة، دولة، منظمة صناعية، شركة، سلوك مثالي إلى آخره. فالنمط المثالي في أي سلوك أو أي تنظيم هو شيء خيالي لأنه يوتوبيا ما ممكن الوصول إليه، لكن جعله ماكس فيبر أمامه وأمام الباحث الاجتماعي حتى من خلاله يقيس، ولذلك هو أداة للقياس بمثابة أداة قياس للمراقبين اجتماعيا. من خلال هذا النموذج أنا أقيس ما هو اللي أقل أو الأدنى من النموذج أو السلوك، فهو أداة قياس للباحثين الاجتماعيين لتحديد مدى تشابه المؤسسات الاجتماعية الملموسة يعني الواقعية وكيفية اختلافها عن بعضها البعض وعن بعض المقاييس المحددة. فالنمط المثالي يتضمن تحديد سمات المؤسسة الاجتماعية التي ستكون موجودة لو كانت المؤسسة كلها متماسكا منطقيا ولا تتأثر بالمؤسسات والاهتمامات والمنافع الأخرى. فأنا أقيس هذه المؤسسة، أفرض شركة زين، وهي الشركة بها مدير وبها معاون مدير وبها مهندسين وبها موظفين. أنا عندي نموذج بيروقراطي يرسم لي إياه ماكس فيبر بهرمية وبلا شخصية وبكفاءة راح نشوفها بعد شوية زين. هذا النموذج المثالي اللي يرسم لي إياه ماكس فيبر أخليه قدامي، أنا أريد أدرس هذه الشركة أو هذه المؤسسة وشوف قد تنطبق عليها هذه الأنماط أو الخصائص المثالية. فالنمط المثالي لا يتوافق أبدا مع، لاحظ لما ذكرنا قبل شوية بأنه هو خيالي، هنا النمط لا يتوافق أبدا مع الواقع الملموس، ولكنه وصف يمكننا من مقارنة الواقع به. أدى تركيز ماكس فيبر على اتجاه الترشيد، الترشيد يعني أو العقلانية للاهتمام
بتشغيل وتوسيع المؤسسات واسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص في المجتمعات الحديثة بسبب نمو الرأسمالية وتحولت إلى الإنتاج بالجملة كما يسمونه. يعني بدت هذه الشركات تعبر القارات، تعبر الدول اللي هي ناشئة بها، تعبر الحدود إلى أن توصل إلى كافة أنحاء العالم. أفرز شركة تويوتا غيرها من الشركات، يعني سامسونج، هذه اللي تكون إنتاجها هائل بالملايين يعني، وتعبر حدود الدولة اللي تنتمي لها، لا بل تفتح لها فروع في بقية أنحاء العالم. فهذه الشركة لابد أن تعمل بالعقلانية، لابد أن تعمل بالبيروقراطية اللي رسمها ماكس فيبر. بدون البيروقراطية والعقلانية ما ممكن، بل من المستحيل، يعني ما تمشي بالتقاليد. يعني ما ممكن أنه تجيب مهندس هو غير كفو في لأنه هدفها الأساسي أن توصل إلى الربح. الرأسمالية، شركات الرأسمالية هدفها الأساسي أن توصل إلى أكبر قدر من الأرباح. نعم بها إبداع وبها تكنولوجيا مبدعة وبها أصناف من التطبيقات والتكنولوجيات الهائلة في منتج واحد اللي هو السيارة أو الموبايل، لكن هدفها الأساسي، الشركة هدفها الأساسي أن تربح. فحتى تربح لازم تكون هناك بيروقراطية وعقلانية. راح نشوف شنو سمات البيروقراطية اللي يتحدث بها ماكس فيبر. يمكن اعتبار البيروقراطية حالة معينة من العقلانية أو العقلانية المطبقة على التنظيم البشري. يعني البيروقراطية هي الجزء المطبق من العقلانية على التنظيم البشري، أي تنظيم بشري يعني. ويعتقد فيبر أن التنسيق البيروقراطي للأفعال الإنسانية هو السمة المميزة للبناء الاجتماعية الحديثة، يعني ما كان موجود في المجتمعات التقليدية. يعني لنفرض أنه ماكس فيبر سنة 1920 هي سنة وفاته، هو معاصر للرأسمالية اللي أصبحت يعني نامية بالمقارنة مع عصر كارل ماركس، متطورة. لكن بالقياس إلى مجتمعاتنا مثلا بالعالم العربي، ما كانت هناك شركات رأسمالية ضخمة، ولا كانت يعني رأسمالية محدودة جدا. يعني كنا عايشين في زمن الاحتلال العثماني، بعدين احتلت المجتمعات العربية من قبل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول، فكانت مجتمعات تقليدية. هو ده يتحدث عن ماذا؟ عن المجتمعات الغربية اللي تحكمها الشركات والطبقة اللي يسميها طبقة المقاولين. فهذول هم اللي أدوا إلى ماذا؟ إلى هو تطور المجتمع الغربي. يعني مو الدولة، هي الدولة نعم هي تنظيم سياسي وناتج عن المجتمع المدني أو الثورة الفرنسية والأمريكية. نعم أوكي، الدولة هي جزء أساسي من هذه الحداثة اللي يتحدث عنها دوركايم وماكس فيبر، لكن اللي طور المجتمع واللي خلق لنا الرأسمالية هي طبقة المقاولين والبرجوازية اللي تحدث بها كارل ماركس. هسه إلها مساوئ تحدث بها كارل ماركس وأدت إلى اغتراب، نعم، لكن هي أدت إلى تطور الإنسان الغربي. فهنا يتحدث كارل ماكس فيبر، نعم البيروقراطية والعقلانية أدت إلى تطور المجتمع الحديث وخلقت لنا هذا الإنسان التكنولوجي اللي انطانا تكنولوجيا وصناعة باهرة، لكن فيما بعد راح يشوف قد أدت العقلانية والبيروقراطية في المجتمع الغربي إلى مساوئ كثيرة. هو يتحدث بها ماكس فيبر. فالبيروقراطية كما يقول ماكس فيبر تتمثل بخصائص، مثلا تسلسل من السلطة اللا شخصنة أو اللا شخصية، قواعد السلوك المكتوبة يعني قانون، الترقية أو التحفيز على أساس الإنجاز، التقسيم المتخصص للعمل والكفاءة. تسلسل السلطة، ما ممكن أنه تنحصر السلطة في الشركة بالمدير اللي هو مدير الشركة، لازم أكو شخص ينوب عنه، ويوجد رئيس مهندسين مثلا في الشركة اللي مثلا شركة صناعية مش شركة تجارية، لابد أنه رئيس العمل اللي هو خلينا نقول مالك المال يحتاج إلى سلسلة من السلطات، لأنه ما ممكن مع الشركات اللي أصبحت تضم مئات بل آلاف ولربما مئات الآلاف من العاملين والموظفين،
أن يوجد مالك واحد وهو اللي يسيطر على كل، مستحيل، ما ممكن أنه يسيطر على أعماله كلها ولا حتى أمواله كلها. حتى الأموال ممكن أنه يوكل أشخاص آخرين مثل القانونين والمحامين، فما بالك بالشركة نفسها والمؤسسة والمنظمة تحتاج إلى سلسلة من أصحاب السلطات يديرون من هم أدنى منهم. هناك مدير وهناك معاون مدير وهناك رئيس مهندسين ومهندسين وهناك مدير تسويق وهناك مدير مدير احنا نسميه مدير مدير الإدارة او الخاص بشؤون الموظفين، وهناك مثلا هيئة صناعية او هيئة فنية داخل المصنع تدير الماكينات او تدير الأدوات المصنع، وتحتاج الى إدامة دائمة وصيانة دائمة، وتحتاج الى فريق من السيارات، اسطول لربما اسطول من السيارات غيرها والمراسلات. فكل هذه تحتاج إلى سلطات متعددة تنتهي بالأخير إلى صاحب السلطة الأهم والمالك للشركة. لا شخصا هنا ما تعتمد على التوظيف، ما يعتمد على أنه أنا أجيب قريبي وأجيب أخوي إلى المصنع أو للشركة أو للتنظيم، وإنما تعتمد على مبدأ آخر اللي هو كفاءة كل إنسان، كان أخويا أو غير أخويا، قريبي أو بعيد عني، كفو ممكن أنه يفيدني، ممكن يعني هدفي بالشركة أو المنظمة اللي يعمل بها الهدف الأساس أنه أوصل إلى أكبر قدر من الأرباح، مو مثل الدول الاشتراكية اللي همها أنه توصل المنفعة إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع. هنا يهم توصل بغض النظر عن الأرباح طبعا، هنا يهم أن توصل المنفعة إلى أكبر قدر من المجتمع، لكن مع ذلك يهتم بمسألة الربحية. قواعد السلوك المكتوبة أيضا هنا اللي تتحكم بالمنظمة ليست العاطفة وليست التقل، إحنا مو تنظيم عشائري ولا تنظيم ديني، إحنا منظمة صناعية، شركة تجارية، شركة تصدير إلى آخره، تصدير واستيراد إلى آخره من المؤسسات اللي هي أساسها اقتصادي وأساسها منفعة وأساسها ربح، فأساسها عقلاني، فيجب أن تكون هناك قوانين مكتوبة وعقود مع الموظفين، واللي يسيء بعمله يجب أن يعاقب أو تخفض من يخفض من راتبه، أو اللي يقدم إنجاز أيضا يرفع من كفاءة يرفع مكافأة أو راتبه. فإذا كل هذه تتحكم بها ماذا؟ العقلانية والقانون، القانون جزء من العقلانية، فيجب أن تكون هناك قواعد للسلوك المكتوبة اللي تحرك ماذا؟ تحرك السلوك التنظيمي. الترقية اللي قلناها بأنه الترقية والتحفيز يجب أن يكون عن طريق الكفاءة وأساس الإنجاز. التقسيم المتخصص العام، ممكن أنه شخص واحد يدير المؤسسة ويدير ماكينات المصنع أو يدير الشركة التجارية، يجب أن يكون هناك متخصصين، هذا إداري، هذا فني، هذا مهندس، هذا مهندس صيانة، هذا مهندس ميكانيك، هذا مهندس مثلا خاص بالسيارات، إلى آخره من التخصصات التي تعتمد على الكفاءة. فالبيروقراطية وفقا لفيبر هي منظمات موجهة نحو الهدف ومصممة وفقا لمبادئ عقلانية من أجل تحقيق أهدافها بكفاءة، ويتم ترتيب المكاتب. بالمناسبة البيروقراطية جاي من كلمتين، بيروقراسي اللي هي حكم المكتب، حكم المكتب يعني كأنما المكتب اللي هو خلينا نقول هذا اللي هو بأربع أرجل ما موجود في المؤسسات التقليدية أو في المجتمعات التقليدية اللي تحكمها التنظيم العشائري ويحكمها القيم المطلقة والقيم الدينية والغيبية والأساطير. لا، هذا تنظيم مكتبي، يعني يعتمد على ماذا؟ على قوانين مكتوبة وعلى عقلانية تدير التنظيم من خلال الكفاءة. الكفاءة هي اللي تحقق لي الإنجاز، والإنجاز هو اللي راح يحقق لي الربح اللي أنا أهدف إليه، وطبعا من خلال الوسائل العقلانية. فتتميز عمليات المنظمات بقواعد غير شخصية، ما أدخل شخصيتي يعني حتى لو هذا قريبي
قريبي وأخويا وحتى لو كان من أعز الناس إلي، لكن هو غير نافع في المؤسسة اللي أنا أنتمي إلها وأني أديرها وأني ما راح يحقق لي، ما راح يحقق لي ربح، فبالتالي أنا أستغني عنه من أجل أن أتعاقد مع شخص موظف فني كهربائي مهندس عقل تجاري إلى آخره من المهارات اللي تفيدني أكثر مما تفيدني العلاقات الشخصية. فتتميز عمليات المنظمات بقواعد غير شخصية تحدد بوضوح الواجبات والمسؤوليات والإجراءات حتى مسألة الزمن، بل مو حتى بل هي الأساس، الزمن هو الأساس في عمل هذه المنظمات الحديثة، عامل الزمن. ولذلك تشوف مثلا شركة معينة تريد تبني فد مجمع سكني، يحددوا لها الشركة الفلانية التي تقوم بهذا العمل ويحددون الفترة الزمنية. طبعا بالمجتمعات الحديثة إذا تم العمل قبل المدة الزمنية هذا فد شيء يعني إنجاز، أما إذا تجاوز هذا الزمن هذا بخلاف العقد، ربما راح يتحمل تكاليف صاحب الشركة، يتحمل تكاليف للجهة اللي هو ينفذ لها. بالتالي مسألة الزمن حتى داخل المصنع في أي مؤسسة حديثة، عامل الزمن أنه يجب عليك أنه تنجز المهام مالتك بالزمن المحدد إليك، وبالتالي تحصل على أكبر قدر من الأرباح. ليش؟ لأنه المكاتب على درجة عالية من التخصص، ولذلك البروفيشنال هو موجود في هذه المجتمعات الحديثة. هتقول لي المجتمعات التقليدية، نعم المجتمعات التقليدية بيها منظمات حديثة وبيها مؤسسات وبيها شركات وبيها مصانع، لكن المشكلة اللي تختلف بيها عن المجتمعات الغربية بأنه تدخل بيها عامل العامل العاطفي أو السلوك العاطفي، وكذلك العامل التقاليد، وهنا رح نتناولها فيما بعد. أخويا وقريبي وابن عمي ونسيبي وإلى آخره، زين، وحتى على مستوى المناصب وكذا، مو بس نتحدث عن العراق وإنما في العالم النامي والعالم العربي، على مستوى المناصب الكبيرة أيضا تقدر تتحدث عن مسألة اختيار الإنسان اللي هو غير مناسب في المكان المناسب. هنا لا، البيروقراطية تتحدث لك عن ماذا؟ عن الإنسان المناسب في المكان المناسب. ماكو أنا هذا إنسان يقرب لي نسيبي ابن عمي إنه، وحتى لو غير كفو أنا أجيبه أخليه بهذه المؤسسة أو بهاي الوزارة أو بهذا المنصب، مستحيل. ماكو هيك شيء بمؤسسات كبيرة جدا مثل جنرال موتورز مثلا، سامسونج، مثل تويوتا، هاي الشركات العابرة للقارات، ما تلقى بيها مثل هذه العوامل. هم يتحدثون أو ينصبون الناس اللي عقولها كبيرة جدا ومتخصصين في أدنى في أعلى التخصصات، ومن خلالهم يوصلون إلى، لأن هو أساسا الشركة تهدف، رئيس مالية تهدف إلى أعلى الأرباح، لذلك الإنسان المهارات الكفوة ينطوهم رواتب عالية جدا. فالبيروقراطية تتميز بكل هذه الخصائص المثالية التي لها هدف واحد، وهو تعزيز تحقيق أهداف المنظمة اللي هي الأرباح طبعا، الرأس مال. أصبح التنسيق البيروقراطي لأفعال أعداد كبيرة من الناس هو السمة البنيوية السائدة في المجتمعات الحديثة، وهذا اللي تحدثنا به قبل قليل. من خلال هذا الجهاز التنظيمي فقط يصبح التخطيط والتنسيق على نطاق واسع، سواء بالنسبة للدولة الحديثة أو الاقتصاد الحديث ممكنا. يعني الدولة الحديثة هي اللي تعتمد على الشركات، الوزارات هي اللي تعتمد على هذه الشركات. هنا ما ينتظرون بالمجتمع الحديث، ما ينتظر الفرد، ما ينتظر من يتخرج انه ينتظر الدولة توظف له، توفر له وظيفة، وينتظر شهور وسنوات، واذا ما توفرت له يتظاهر ويا زملائه حتى يحققوا له مبتغاه في الوظيفة. لا، هنا اللي يتخرج مثلا من الاقسام الاقتصاد والهندسة وحتى الاجتماع
يعملون في قطاع التنظيمات، في القطاع الخاص، في الشركات. يعني بالمناسبة حتى الشركات التجارية وشركات والمصانع يستعينون بالعلوم الإنسانية حتى أيضا لأن هدفهم يحققون الأرباح. يعني أتذكر رائد علم الاجتماع الصناعي ألتون مايو استفادت من عنده شركات صناعية كثيرة، كان يدرس مسألة التعب الصناعي وشون إنه الإنسان العامل بالمصنع ما يحقق الإنجاز وما يحقق الكفاءة اللازمة بسبب وجود متاعب صناعية عاني من عدها فيه. كذلك يحتاجونه في المستشفيات، يحتاجونه في. لذلك أنا أتذكر فالح عبد الجبار الله يرحمه من التقيت بي قال بأنه الباحث الاجتماعي تحديدا في بريطانيا هناك مثل ما قال لي كفو لقف. يعني من المؤسف احنا ما عندنا مثل هذه انه يشتغل في مصنع، يشتغل في مستشفى، يشتغل ينتظر دوره في مثلا في وزارة التخطيط او في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات. لكن هنا حتى دا اخفز لك، حتى الباحث الاجتماعي يحتاج، فما بالك بالمهندس والطبيب ومدير المشاريع في الخارجي، يعني إدارة اقتصاد وغيرها من التخصصات. ف يشتغلون هؤلاء الخريجين في مثل هذه المصانع والشركات والمنظمات وما ينتظرون العمل في الدولة. هنا العواقب المترتبة على نمو قوة ونطاق هذه المنظمات هي المفتاح لفهم عالمنا. يعني هذه المنظمات هي التي تسم المجتمع الحديث. المجتمع الحديث هو مجتمع الشركات، مجتمع المنظمات، مجتمع المصانع، هي اللي تشغل الأيدي العاملة وهي اللي تمول الدولة، لأن الدولة تأخذ من عندها ضرائب. طيب، وهي التي تسم المجتمع الحديث لتوفيرها مثل هذه الأجواء، أجواء العمل وأجواء الرفاهية وأجواء. احنا راح نوصل إلى مسألة السلطة، نوقف عند هذه النقطة حتى نكمل في المحاضرة.